يا حلوة يا حلوة فاحت ريحة شعورك عم يسكو خصرك يا حلوة ما حدا قادر عم يسكو ولو بتصوب عيونك ولو بتصوب عيونك عم يسكو بصير الدبق من أغلى لحبة شايفين انه صار في استاذ بالصف؟ لا تعصصنا استاذ ولا تتمدموش بالمواقف. هلا ولا في نزل ايديك لشو؟ شو اسمك انت؟ مسعود استاذ. قديش عمرك؟ 20 سنه استاذ. 20 سنه؟ شو عم نسوي هون؟ استاذ استاذ مسعود راسه بسنتين بالتاسع وسنتين بالعاشر. انت ما بتحضر عربي ما هي؟ لا بحضر استاذ. وطي صوتك. ما بتحضر عربي، هي أول مرة بشوفك من أول السنة. والله يا أستاذ، يعني والله الشغل أخذ كل وقتي. الشغل؟ أستاذ مسعود مغني، مطرب، فنان، يعني مشهور كتير كتير كتير. أنت مطرب مغني ها؟ إيه أستاذ على راس حفلات أنا جاهز، تفضل أستاذ هذا كرتي. إيه شو جاي تساوي هون؟ أستاذ بدي آخذ البكالوريا مشان نقابة الفنانين. أنت أبوك شو بيشتغل يا ابني؟ متقاعد أستاذ. وكم أخ عندك؟ 10 أستاذ. وشو ترتيبك بيناتهم؟ الصغير استاذ. الصغير؟ ليش ابوك قديش عمره؟ 70 استاذ. ما شاء الله، وامك؟ 60. يعني لما جابك ابوك كان عمره 50 سنة وامك 40. ايه استاذ، أنا ابن كبرتهم المدلل يعني. ايه واضح. بتعاني من شيء أمراض أو؟ لا استاذ. طيب لما كنت صغير تأخرت لمشيت لحكيت له؟ ايه لا استاذ، بيقولوا عني أذكى واحد بين إخواتي. ايه لا واضح باين. درسنا اليوم عن ابو تمام، ارجع على محلك. على راسي استاذ، شكرا استاذ. على راسي استاذ والله راسي. هو حبيب ابن اوسن الطائي، الملقب بابو تمام. اسمعوا هالحكايه الطريفه عن ابو تمام. في احد المجالس كان يجلس ابو تمام فتلقى غمزه من امراه. فقال لها منشدا: ابرقت اذ لا ينفع البرق. غمزتيني وغمزتك ما بتفيدني. أبرقت إذ لا ينفع البرق فتزحزحي ما عندنا عشق. ما كنت أفسق والشباب أخي بمثل سنكن يعني. ما كنت أفسق والشباب أخي أفحين شبت يجوز لي الفسق. وأشهر ما قال أبو تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. إذن يا أبنائي درسنا اليوم عن أبو تمام.